السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود. النهاردة إن شاء الله مع الإصدار الجديد من توزيع أوبنتو 14.4، توزيع قادمة بقوة بها كثير من المتغيرات. ليونة أكثر في واجهة يونيتي، هذا ما يميز هذا الإصدار. إصدار طويل الدعم، دعم 5 سنوات. هذا موقع أوبنتو. الإصدار لم لسه لم يصدر الإصدار على الموقع، ولكن ظهر على السيرفرات الخاصة بهم. هذا موقع التحميل، ما عليك إلا التحميل حسب نوع الجهاز، 32/64 وهذا الأجهزة الماك. بعد تحميل الإصدار ما عليك إلا التأكد من الهاش الخاص بالاسطوانة MD5 وبنتو. هذا هو الهاش الخاص بالاسطوانة، تأكد من تحميل الصحيح. نعم هذا هو نفس الهاش. تمام، توزيع إذن هذا الإصدار إذن سليم، 64 AMD. نقوم الآن باستعراض التوزيع على الفيرجوال بوكس، نقوم بتثبيتها إن شاء الله. وكما عهدنا وبنتو، هذا اختصارات لوحة المفاتيح. هذا الإصدار فيه أمور طيبة كثيرة، نقوم بتثبيتها أولا. اختيار اللغة، طريقة التقسيم، تقسيم يدوي خاص بالهارد، وإن احنا نعمل على الفيجر بوكس ممكن نختار التقسيم الأوتوماتيك. طيب هو التقسيم للهارد جاهزة، هذا خاص بالسواب، اوكي ده خاص بالروت. فورمات روت، اوكي انستول. الموقع أو المكان، لغة الكيبورد عربي، باسورد، والاوتوماتيك. عدنا إلى وبنتو 14.4 بعد التثبيت. نستعرض مع بعض إن شاء الله ما المميزات الجديدة في هذا الإصدار والجديد بها. أولا كثير من الخلفيات، خلفيات سطح المكتب الرائعة. هذا بعض الخلفيات الجميلة. طبعا هنا حجم الأيقونات في اللانشر الجانبي، ممكن صغيرها 32 مثلا. وهذا أهم شيء، كنا قد عرضنا بعض الأمور في درس سابق ستجدونه في القناة. هذا ما يميز عرض النوافذ، قائمة النوافذ في هذا الشريط، شريط الويندوز بدل الشريط الأعلى لتسهيل العمل. نستخدم الخلفية السابقة. من الأمور
الجديدة أيضا كما ذكرنا إظهار البلوتوث في هذا الشريط أو إخفائه، والصوت أيضا عن هذه الطريقة. الماوس، الكيبورد، وإضافة اللغة العربية تكست انتر، إضافة اللغة العربية. من هنا اضغط أوكي واختار المفاتيح التي تريدها، Alt Shift مثلا، Alt Shift لتغيير لغة المفاتيح كما نرى هنا. إذا لم تكن مضافة من هذه الزائد وأقوم بإضافتها. الصوت، وهذه الميزة وهي 100% وما فوقها، تستطيع زيادة عن 100%، وتستطيع أيضا عرض الصوت، مؤشر الصوت في البانل من هنا وإخفائه. هذا الإصدار به دعم كثير جدا لبطاقات الإنفيديا وبطاقات الـ AMD أو الـ ATI. من سوفت وير أبديت نستطيع إن احنا نضيف هذه المستودعات الخاصة بشركة كانونل الخاصة بدعم وينتو، حتى تحصل على كثير من البرامج الخاصة بها. ومن هنا تستطيع إضافة التعريفات إذا لم يكن بعض الكروت معرفة. هذا الإصدار يتميز ببعض النعومة في الفواصل وفي حواف النوافذ، حتى تجد أنه لا يوجد حواف نوافذ، وأيضا هذه الحواف بها مرونة أكثر ودعم أكثر وجماليات رائعة، خاصة في نوافذ الكومبس لا يكون هناك مشاكل. أيضا لو دخلنا على الشاشة، تستطيع تصغير حجم الشاشة وحجم النوافذ وكل شيء إلى أكثر من 1% كما نرى، حتى يكون الشكل صغير والدعم أكثر. تستطيع أيضا إضافة بعض الخطوط، تقوم بإنشاء فولدر في مجلد الهوم ودوت فون فونتس دوت فونتس، وتقوم بإضافة الخطوط به كي تحصل على كثير من الخطوط. من يعاني من مشكلة خطوط مايكروسوفت وغيرها، هذه هي القائمة التي تكلمنا عنها، حيث تستطيع من هنا فتح نافذة في مكان واحد، أكثر من نافذة في مكان واحد. أيضا تم دعم عندما هذه دعم تكبير وتصغير النوافذ. أيضا عند إضافة القنبس ستجد تعامل أو ليونة أكثر مع التوزيع، رهيب جدا، تستطيع أن تستمتع به. يمكن إضافة الكثير من البرامج، في أسفل الفيديو ستجدون رابط به الكثير من ما تقوم به بعد تثبيت التوزيع، إن شاء الله تستطيع أن تستفيد منه.
النواة مبنية على النواة 3.13 الخاصة بأوبنتو. إلى هنا نأتي إلى نهاية درس اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة، تحت الفيديو ستجد رابط للمدونة بأكثر من 10 أو 11 طريقة أو إضافة لما تقوم به بعد تثبيت أوبنتو. نلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم.